مستمرين معاكم في فقرتنا في صباح الخير يا مصر. وخلونا دلوقتي نروح لزميلتنا دينا نعرف بقى منها بالتفصيل اخبار الجو ايه. دينا بشكرك يا بسنت، فعلا تعالوا مع بعض نتعرف على النشرة الجوية بالتفصيل دلوقتي. وهيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون معتدل بالنهار على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء. هيكون دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد ومعتدل على شمال الصعيد، لكن بالليل الجو هيكون شديد البرودة على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء. النهارده في شبوره مائيه صباحا على الطرق المؤديه من والى القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد. عشان كده بنطالب من كل قائدي المركبات توخي الحذر خاصه في الساعات الاولى من الصباح. خلونا نستعرض معاكم درجات الحراره المتوقعه النهارده بالتفصيل، وهنبداها طبعا من القاهره والعظمى 20 والصغرى 11، اسكندريه 19 12، مطروح 19 9، سيوه 17 10، بورسعيد 20-10، دمياط 19-10، الإسماعيلية 20-10، السويس 20-10، العريش 18-11، طابة 16-11، كاترين 7-1، شرم الشيخ 23-15، الغردقة 22-14، الفيوم 20-8، بني سويف 20-7، المنيا 20-7، أسيوط 20-7، سوهاج 21-8، قنا 24-8، الأقصر 24-8، أسوان 25-9، الوادي الجديد 21-6، شلاتين 24-12، وأخيرا حلايب 22-13. زي ما قلنا لكم النهارده بدأنا في العشرينات في درجات الحرارة، وده طبعا بالنسبة لنا بعد فترة طويلة من إن درجة الحرارة الصبح كانت بتبقى حتى منخفضة والجو كان برد جدا. إن شاء الله يكون يوم مشمس النهارده ودافئ على كافة الأنحاء. هنرجع مرة تانية لبسانت وهدير عشان نكمل فقرات صباحية مصر. شكرا ليك يا دينا وكل الناس النهارده، إن شاء الله استمتع بالجو المشمس ده. إن شاء الله.